السلام عليكم حبايبي، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم نهار ديالي، غندوزو معكم وغادي نمشيو اونصومبل، غادي نمشي نتسخر شي حاجة، هانتوما معايا تشوفوا كل شيء على عينكم. وواحد الحاجة، غادي نمشي لواحد المكازا الصراحة عندهم داكشي غزال، كيبيعوا كلشي بيو، عندهم يعني داكشي ديال الماكله، المهم اي حاجه بغيتيها عندهم، وعندهم زعما لي برودوي عندهم صراحه مزيونين، انا كتعجبني. واخا شويه الاثمنه زايده، ولكن مره الا كان خصني شي حاجه مهمه كنمشي عندهم. صراحه عندهم داكشي غزال بزاف. هانتوما معايا غادي تشوفوا، انا دابا ماشي في الطريق وكنصور لكم شويه، تشوفوا شويه تخدروا عويناتكم ما تبقاوش تشوفوا غير الكوزينه والطياب وداكشي، حيت داكشي كيطلع في الراس صراحه. مع دابا في الكونفينمون جالسين غير في الدار، ما كاين لا خروج لا والو. المهم انا وصلت لهاد المكازا اللي قلت لكم، هي هادي، شوفوا غير المكازا كيفاش هي عامله كل شيء عندهم بالخشب، وهذا عندهم واحد الديكور مزيون. هنايا هاد الجهه هادي عندهم العطريه، العطريه كامله نتوما كتشوفوا، السكنجبير، الابصار، الخرقوم. شو هذا الخرقوم شحال كيعمل؟ 25 أورو و90، يعني تقريبا 26 أورو الكيلو. هنايا هاد الجهه هادي عندهم فيها الفخ لي سيريال ديال الفطور، عندهم جميع الانواع. انتما كتشوفوا عاود كيتباع داكشي بالكيلو، عندهم بالغرام، وعندهم صراحه داكشي زعما واعر. وهنايا ما نقدرش نحسب لكم شحال ديال الانواع ديال الاتاي، هادشي هذا اللي كتشوفوا كامل اتاي، وهادو ديك العشوب حتى هما ما عرف شنو كيكل، كل حاجه شنو الاسم ديالها عندهم بزاف. المهم داكشي زعما بيو 100%. من بعد البنات جيت هنايا كولغيت، المهم حيت كانوا عاملين شي بروموسيون، وانا صراحه كيعجبني الميزات بحال هادو كنفتش عليهم، دائما كنبقى نفتش على لي برومو وكنمشي نتسخر، صراحه كتصدح عليك الحاجه رخيصه بزاف. جيت وانا نجبر عندهم هادو، هادو ديال الجفاف، وكان صراحه ما عرفتهمش واش مزيانين ولا لا، ما عمرني زعما شفتهم عند شي حد ولا. وهنا جيت نوريكم هاد لاكريم، هادي هي اللي كنستعمل انا، تكون فيها 40% هي اللي كنستعمل انا في الحلوى ديالي وكلشي، صراحه مزيانه ورخيصه. كنشري انا هادي كبيره بعدا كتنفعني الصراحه. وهنايا نتوما عارفين لي فروماج، الانواع ديال لي فروماج وداكشي، انا كيجيني كولغيت هنايا لي فروماج عندهم شويش الاثمنه زايدين، يعني بالمقارنه مع ليدل ولا هالدي. شني هما عندهم بزاف ديال الاشكال، يعني بزاف ديال الانواع ديال الفروماج، وكيجيني الاثمنه زايدين عندهم شويش. المهم صافي، انا هنا تاخرت درت زعما شفت داكشي اللي خاصني، تاخرت وصافي جيت في حالي كان خاصني نطيب. نتوما عارفين ضروري من الطياب، ولينا كل نهار خصنا نطيبو ضروري، الكوزينه كتجبدنا عندها. المهم هنايا كيف شفتوا غنطيب اللحم الغنمي، يا صراحه حنا ما عندنا شي معها، ولكن كنحاول بعض المرات كنتوحشوا هكا اللحم حيت ما كناكلوهش بزاف، وكنحاول نطيبها باش ما تجيش فيها هذيك الزفره. المهم انا شفت باش عملت عملت البصله، قطعت البصله وعملت عليها الزيت، عملت اللحم، عملت شويه مليحه، وبقيت كنشحر فيها، وتكون العافيه ناقصه، تكون العافيه ناقصه مهيله، وانت اللي كتشحر فيها وكتحركها ديك البصل كيطلق الماء ديالو. شفتوا دابا هاد الماء، هذا المرق هذا غير ديال البصل، يعني ما عملت لا ماء لا حتى شي حاجه انا صافي. من بعد حتى تشحرت لي مزيان عاد زدت العطريه، هنايا
زيت العطريه في هذه البقيته هذه باش ما كتحرقش. من بعد مرقتها بالماء طايب وغطيتها وخليتها حتى طابت لي تقريبا علين تكون طابت. وعاد هنا غادي نزيد عليها الخضره. المهم عطيني الخضره ديالكم اللي بغيتو اللي بغيتو اللي مولفيكه تاكلوها وصافي. انا هنا غادي نعمل كاروت بطاطا والبطاطا حلوه واللوبيه. المهم انا قلت لكم عملوا داكشي اللي بغيتو نتوما. انا حيت وليداتي كيبغاو ياكلوا لي هاد الخضره هادي كنعملها لهم. صافي هنا كنشوفو قطعت حتى واحد البصيله مدوره فوق الطاجين، البطاطا حلوه، الكاروت، اللوبيه و البطاطا العاديه. صافي كتزيدو الخضره اللي بغيتو كتعملوها زعما شي كيبقى اختياري. وهنا من بعد كنعمل واحد السلافه فيها شويه ديال العطريه، نفس العطريه اللي عملت في الاول، كنكب عليها شويه ديال الماء طايب وكنكبها من فوق الخضره باش تديك الخضره كتجي بنينه معطره. وهنايا كيكون الطويجن ديالنا وجد. ما شاهدتكم الصراحه جا لذيذ لذيذ بزاف. من بعد زدت له الزيتون حتى كنقرب نطفي عليه وزدت له الزيتون. صافي وقدمه بالصحه والراحه. وانا غادي نتعشاو وعملت معاه شليطه والزيتون الحار وصافي. وهذا مكان البنات. دابا عاد غادي نجلس انا نرتاح شويش مع راسي حيت كنبقى مشطونه مع ولادي، خصك حتى تنعسهم حتى ياكلو تغسلهم حتى المهم شحال من حاجه خصهم يعملوها. وهما سبحان الله حتى الساعات ديال اللي كتبغي تنعسو عاد كيبغيو هما يزيدوا يلعبوا. خصهم يزيدوا يجلسوا وصافي. كنبقى نعمل معاهم غير الخاطر حتى كنديهم ينعسوا وصافي. من بعد كنجلس انا نرتاح شويش، كنجلس انا عاود واحد شويش شي ساعه ما كان ولا جوج على حسب الا قدرت. صافي ومن بعد كنوض نعس حيت كنفيق معاهم في الصباح بكري النهار كامل كنبقى يعني ما كنرجعش نعس من بعد. صافي هادي كيفاش كندوز النهار ديالي انا جري 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 والكوزينه كتجري مورانا حتى هي. المهم نتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله. نبقى نشارك معكم زعما يعني شي حاجه الا نتوما بغيتوها خليوها لي في لي كومونتير. اي حاجه بغيتوها نشاركها معكم خليوها لي في لي كومونتير. ما تنساوش تعملوا جيم للفيديو الا عجبكم وتبارطاجيوه مع الاحباب ولا صحاب ديالكم. ونتمنى